خلونا نستقبل عبر الهاتف الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا ننفي في البداية قبل ما أخش في تفاصيل المتعلقة بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، مسألة أنه ما فيش أي أنباء صحيحة تتعلق بفرض أي رسوم أو ضرائب على مستخدمي الإنترنت بكل أشكالها، الحسابات الجديدة على السوشيال ميديا، كل ما تم نشره أو انتشاره بشكل مفبرك ده غير صحيح. غير صحيح بالمرة، وحضرتك لا مساس لسعر الضريبة، بل بالعكس مجموعة التعديلات اللي حاليا تم طرحها للحوار المجتمعي هي بالدرجه الاولى بتراعي البعد الاجتماعي، بالعكس ده بتزود بعض الاعفاءات اللي كانتش موجوده في ظل قانون القيمه المضافه المطبق من 2016، بتعالج بعض التشوهات بتاعه التطبيق الفتره اللي فاتت. بتحضر بتعمل كان في عندي ضريبه الجدول ضريبه القيمه المضافه، فكان في تشابك بينها، بتحاول ان احنا نفك هذا التشابك اللي موجود. في تطوير في المصلحه حاليا عايز غطاء تشريعي او غطاء ضريبي عشان خاطر حضرتك بالك يبقى احنا ماشيين وفقا لاحكام قانون. في بعض الاخطاء الماديه كانت موجوده في القانون نفسه، فبنعالجها او بنصلحها او بنتلافاها ونحسن. لكن مش زياده. لا زياده، لا مساس باسعار ضريبه ولا مساس حضرتك بالك بضريبه جديده. حضرتك هو ما يتم تطبيقه من ضريبه القيمه المضافه على السلع والخدمات من 2016 قانون 67 هي. بالعكس في بعض الاعفاءات زادت شويه احنا بنطرحها للحوار المجتمعي، ودي طبعا يعتبر يعني منهج او منهجيه جديده انتهجتها وزاره الماليه وكاله المصلحه، بان اي تعديلات تخص القانون او تخص الضريبه لازم نطرحها للحوار المجتمعي قبل اقرارها او قبل عرضها على مجلس. طب عايز افهم من حضرتك التعديلات الجديده المقترحه لقانون الضريبه اللي هو القيمه المضافه اللي بتشمل اصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبه المستحقه على الشركات غير المقيمه اللي بتباشر اعمال داخل تمام. مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، اشرح لنا دي يا فندم. حضرتك واحنا في بدايه تطبيق قانون 67 من سنه 2016 الضريبه على القيمه المضافه، زي ما صرح معالي الوزير وقال حضرتك بالك ان الضريبه بتفرض على كل السلع والخدمات بما فيها السلع الوارده من الخارج والخدمات الخارجه الوارده من الخارج. فحضرتك اللي هي بتيجي من الخارج معناها ان بيبيعها او بيقوم ببيعها للمستهلك النهائي عندي هنا في داخل مصر، تعتبر دي سلعه مستورده او تعتبر خدمه مستورده، بتباع من خلال شركه او بائع غير مسجل في المصلحه وغير مقيم في مصر. فطبعا هنا في مشكله في عمليه التحصيل. احنا المفروض ان اللي بيبيع السلعه او يورد الخدمه المفروض ان هو بيحصل قيمه الضريبه مع قيمه السلعه او الخدمه ويوردها للمصلحه، ولكن في ظل عدم ده ما بيحصلش. السبب لان احنا الراجل غير المقيم في مصر وغير المسجل في المصلحه هو مش مخاطب، يعني مش مخاطب باحكام القانون. عندي في حاجه بقى ده الشركات اللي بتبقى بتبيع حاجات اونلاين اكتر يا دكتور، والناس بتطلبها اونلاين فبتجيلنا عن طريق يعني موصل طلبات، فما فيش جهه بتحاسب. هو اوريدي عندي سوق دوت كوم وجوميا وغيرها وغيرها وايباي وكل حاجه، واخد بالك الشركات اللي بتبيع كلها اونلاين بتحصل الضريبه اوريدي وبتوردها للمصلحه وهي مسجله اوريدي في المصلحه، بس دول عشان هنا في مصر. بالظبط كده، الموجوده في مصر. خليني نقول ايه، نقول لحضرتك الشركات اللي بره اللي هي بتبيع للمستهلك النهائي هنا وتيجي السلعه ده عبر المنافذ الجمركيه، طبعا عددها كبير جدا، فاحنا عايزين نعمل اليه مبسطه للتحصيل. يعني الشركه اللي بره اللي بتبيع او البائع اللي بيبيع بره اللي هو غير المقيم في مصر، لما هو بيبيع السلعه لاي مستهلك نهائي هنا في مصر بيحصل قيمه الضريبه مع قيمه السلعه وبيوردها له وفق نظام مبسط، هتاخد بالك عشان خاطر يبقى في اليه مبسطه للتحصيل. ولكن هو بالفعل انا بحصل ضريبه عليها في الوضع العادي حاليا دلوقتي، بالعكس كمان ده هي ممكن دي كمان يعني يبقى في كفاءه في التحصيل وبسط على المستهلك النهائي ان هو مش هجري وراه، لان هو اصبح مكلف ان هو يورد الضريبه لان هو تلقى خدمه او تلقى سلعه وهي ده من الشركه ولا المستهلك النهائي يا دكتور؟ حضرتك احنا هناخد الضريبه بتاعتنا من الشركه اللي بتبيع بره اللي هي غير غير المقيمه وغير المسجله في المصلحه، هنحط لها نظام مبسط تتسجل بيه وفقا للتعديلات اللي موجوده في القانون، وهي هتحصل وتورد حضرتك وفقا لاليه معينه يتم الاتفاق عليها. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سيد صقر رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب رئيس مصلحه الضرائب.